إدارة نادي النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت جددت عقد نجم العالمي عبد الرزاق حمد الله المهاجم المغربي الدولي لثلاث مواسم قادمة ليبقى في صفوف القلعة الصفراء حتى عام 2022. عبد الرزاق حمد الله كان قد التحق بمعسكر النادي الأصفر في البرتغال الأسبوع الماضي بعد اتفاقه مع العضو الذهبي للنادي العاصمي عبد الرحمن الحلافي، وأنهى الجدل الذي أثير مؤخرا عن استمراره مع نادي النصر أو الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية وخاصة الإيطالية والتي قدمت عروضا مغرية للاعب، وذلك بعد أن وصل مساء أمس الاثنين لمعسكر الفريق المقام حاليا في البرتغال. حمد الله توج هدافا لدور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 34 هدفا في الموسم المنقضي، وهدافا لبطولة كأس الملك ب 14 هدف، كما فاز ببطولة الدوري مع العالمي وودع بطولة كأس الملك من دور نصف النهائي، ووصل إلى دور 16 مع فريقه في دوري أبطال آسيا. وأعلن عبد الرحمن الحلافي العضو الذهبي في نادي النصر السعودي عن إقامة حفل تكريم للاعبين بمناسبة الفوز بدور الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالإضافة إلى تسليم اللاعبين مكافآت البطولة. وكشفت أنباء صحفية عن أن إدارة نادي النصر وافقت على رفع راتب حمد الله السنوي إلى 25 مليون ريال سعودي بدلا من 11 مليون و250 ألف ريال سعودي. وقدم عبد الرزاق حمد الله موسما استثنائيا مع الفريق النصراوي بتحطيم كل الأرقام القياسية بالدوري، وبخلاف انفراده بلقب هداف الدوري برصيد 34 هدفا، فقد كسر رقم حمزة إدريس مهاجم نادي الاتحاد السعودي السابق ب 33 هدفا، الذي ظل صامدا 19 عاما ليصبح الهداف التاريخي للدوري السعودي بعدما سجل 34 هدفا، كما أنه واصل تميزه بتسجيله في المباراة 13 على التوالي. وسبق لعبد الرزاق حمد الله ذو 29 عاما الاحتراف في أندية أولمبيك أسفي ونادي أليسانديز النرويجي وغوانزو الصيني والجيش والريان القطريين. في لقاء صحفي مطول مع المدرب الروماني لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال السعودي، كشف خلاله الروماني العديد من النقاط الهامة أبرزها راتبه الذي يقدر بأربع ملايين يورو في السنة. وقد أوضح المدرب عن تفاجئه بالمستويات في نادي الهلال السعودي وكذلك في الدوري السعودي للمحترفين، مؤكدا بأن الانطباع الأوروبي عن الدوري السعودي خاطئ، ومتمنيا بأن يحقق الزعيم لقب كأس آسيا في المقام الأول، فهو يشعر بهذا الضغط من الجماهير. وعن رؤيته للكرة في المنطقة أجاب لوشيسكو: الانطباعات المسبقة خاطئة، لقد تطورت الكرة هنا كثيرا في نادي الهلال مثلا، لننظر إلى المدربين الذين أتوا إليه دياز وإيريك جيريتس وخورخ خيسوس، بالتأكيد أنهم تركوا لهم أثرا من حيث العقلية وغيرها. وأضاف لوشيسكو: بدأت أشعر بالضغوط رغم مرور فترة قصيرة، الجماهير الهلالية تقابلني في المعسكر وتطالب بدور أبطال آسيا، والهلال نادي مهم فعلا في المنطقة، نادي كبير وذو تقاليد رائعة، بالنسبة لآسيا هو الأفضل وهو رقم واحد، أما بالنسبة لجودة اللاعبين لا أظن أنهم أقل من الجودة الموجودة في أوروبا. وعن
عن سؤال كيف يرى الكرة السعودية وما هي طموحاته، قال لوشيسكو: كرة القدم السعودية ذات مستوى جيد، الهلال نادي كبير وستكون تجربة مثيرة، أريد أن أحقق بطولة الدوري ودوري أبطال آسيا معه. وعن سؤاله لماذا اخترت الهلال، قال لوشيسكو: في الهلال كانوا يريدونني حقا، عندما أخبرني وكيلي عن العرض قلت له: أنت تعلم أن لدي بندا بقيمة 2 مليون يورو ولم أكن أتوقع أنهم سيدفعونها، لقد فعلوها في 24 ساعة فقط. نادي النصر السعودي يقترب من عقد صفقة مدوية خلال الأيام القليلة القادمة، وذلك حسب ما أفادت به تقارير صحفية برتغالية اليوم، بعد أن سحب نادي بورتو البرتغالي عرضه من أجل التعاقد مع النجم السابق لنادي ريال مدريد الإسباني فابيو كوينتراو، وذلك خلال فترة الميركاتو الصيفية الحالية. نادي النصر السعودي فتح الباب على مصراعيه من أجل التعاقد مع النجم، وخاصة بعد أن طالب المدير الفني للنصر البرتغالي روي فيتوريا إدارة العالمي بإبرام صفقة من العيار الثقيل خلال الصيف الحالي وبالتعاقد مع فابيو كوينتراو. وانتقل كوينتراو البالغ 31 عاما في صيف 2011 إلى نادي ريال مدريد الإسباني في صفقة بلغت 30 مليون يورو، وأنهى عقده مع النادي الملكي بالتراضي في عام 2018 من شهر أغسطس. وكان كوينتراو الظهير الأيسر البرتغالي قريبا خلال الأيام الماضية من التعاقد مع نادي باوك سالونيكا اليوناني أيضا خلال الفترة الماضية، الذي يدربه البرتغالي أبيل فيريرا، لكن الاتفاق لم يتم في نهاية الأمر. وحال تأكيد انضمامه لنادي النصر السعودي سيكون صفقة من العيار الثقيل بالفعل وستكون مدوية، سيكون كوينتراو بهذا الشكل من اللاعبين القلائل الذين مثلوا الأندية الكبرى بالدوري البرتغالي والتي تتنافس دوما على الألقاب في البرتغال، حيث سبق واحترف في صفوف بنفيكا وسبورتينغ لشبونة، بجانب احترافه وتمثيله للملكي الإسباني ريال مدريد قبل رحيله والذي أثار الجدل حينها. ويمتلك كوينتراو عدة عروض بجانب النصر، أبرزها بورتو البرتغالي والذي أعلن انسحابه من الصفقة بجانب دينامو موسكو ونادي زينيت من روسيا وفلامينغو البرازيلي وناديي شانغهاي وبكين الصينيين والدحيل القطري ونيويورك سيتي في الولايات المتحدة. برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني الكرواتي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي يستعد لرفع تقريره المفصل بالمعسكر الإعدادي الخارجي والذي لعب فيه الفريق الجدوي 5 مباريات ودية وتخللته تدريبات بدنية وفنية وتكتيكية في النمسا. مصادر أهلاوية نقلت عنها تقارير صحفية أكدت أن المدرب برانكو سيقدم تقريره لإدارة الراقي مساء غد السبت برئاسة المهندس أحمد الصائغ وإشراف الأمير منصور بن مشعل، وسيتضمن قائمة باللاعبين المستبعدين عن أهل جدة خلال الموسم المقبل من دوري المحترفين السعودي. وتسود حالة من القلق بين لاعبي الأهلي، حيث لم تفصح أي مصادر عن اللاعبين الذين استقر المدرب الكرواتي على طلبه الاستغناء عن خدماتهم، سواء بالإعارة أو البيع النهائي أو حتى توقيع مخالصات مالية معهم. وحدد إيفانكوفيتش اللاعبين الذين سيعتمد عليهم بالموسم الجديد بعد المستويات التي قدمها اللاعبون سواء المحترفون أو الأجانب في المباريات الودية التي خاضها الفريق في المعسكر الخارجي.
الخارجي. وكان نادي أهلي جدة قد أعلن عن منح لاعبي الفريق الذين شاركوا في معسكر النمسا راحة لمدة يومين قبل البدء في الاستعدادات النهائية لمباراة ذهاب دور 16 لدوري أبطال آسيا أمام نادي الهلال خلال أيام. يذكر أن المدير التنفيذي لفريق الكرة بنادي الأهلي السعودي أحمد بامعوضة وصف المعسكر الخارجي بالنمسا للنادي الأهلي بالناجح والمحقق لطموحات المدير الفني والجهاز الإداري بالنادي. كما أشاد بامعوضة بالعمل الفني الذي يقدمه مدرب الفريق الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش وطاقمه الفني المساعد طوال الفترة الماضية، مشددا على ثقته في تحقيق الفائدة الفنية المرجوة من المعسكر الخارجي. شاركنا رأيك في التعليقات ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.